حسيتو على المباشر، نستناو شويه ديال المتتبعين يطلعوا، غادي نبداو اللايف ديالنا ان شاء الله. على هذا الحال بدون ذكر اسماء، بلا سب بلا قطف بلا تشهير، النداء ديالكم غادي يوصل. على هذا الحال فانتم كتدعوا بان هذا السيد اللي كيتعدى عليكم، ان شاء الله حنا في بلد الامن والامان وبلد ديال القانون. فهمتيني؟ يمكن شي سيد يتعدى على اسره فيها زوجه فيها اطفال فيها اب، ثمانية بيكون ثمانية بيكون إذا. أهلا وسهلا متتبعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر، هنا مباشرة من مدينة الفنيدق. زوجين عندهم 6 ديال الاطفال يدعون بانهم احد الجيران ديالهم فهو كيتعدى عليهم، وهذه الاعتداءات هي شبه يوميه ومتكرره، ومؤخرا فهو اعتدى على الزوجه وكانت حامل منذ تقريبا 3 اشهر او شهرين، منذ حوالي تقريبا 8 اشهر وعندها 8 اشهر هكذا كانت عندها باش تولد، كانت حامله. شحال تقريبا هذا معتدى عليك؟ شهرين شهر ونص شي تقريبا شهر ونصف، وعندها شهاده طبيه تثبت مده العجز فيها شهرين. خليه يقرب معايا، خلي الطفل يقرب معايا. قلت عندها مده العجز فيها 20 يوم ودارت شكايه، دارت عده شكايات وطبيعة الحال فاليوم بغاوهم يخرجوا باش هاد السيده توضع له حد، لانهم كيقولوا بان الاعتداءات ديالو ما بغاتش توقف، وبانه مؤخرا فهو يعني قام يعني برمي الحجاره في اتجاه المنزل ديالهم وفي اتجاه النوافذ، وبان النوافذ ديالهم كامله يعني هرسه، والزاج بقى منتشر في الارض، وهما عاشوا الليله ديال الرعب. وكما كيقولوا بان هذا السيد ما بغاش يحشم، واخا هما جيران، حنا كنعرفوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم فوصى على الجوره، وكنعرفوا بان الجار خصنا نحترموه وخصنا نقدروه. وطبيعه الحال فهاد السيد هذا ما كيراعي لا جوره، ما كيراعي لا حسن الجوار، ما كيعترف حتى بشي حاجه، وما بغاو من خلال هذا البث المباشر انهم يوصلوا النداء ديالهم للعداله. وكيقولوا بان حتى الجيران ديالهم فهما يعني عنده عده مشاكل حتى مع الجيران اللي ساكنين قرابين لهاد الناس هذوما. وبالنسبه لهاد الناس هذوما فهما كيتواجدوا بمدخل مدينه الفنيدق كما كيقولوا. تفضل سيدي احكي لنا المشكل بدون اسماء بدون سب بدون قذف. نعم انا المشكل فوقاش بدا هذا المشكل مع هذا السيد؟ المشكل بدا هذه دابا خير ربي سنوات معنا حنا، من نهار اللي سكنا تما مع هذا السيد. السيد هذا سيدي كيقول لك سيدي انت يا عروبي ما تسكنش هنا، انت يا اللي درتيها كيتبعك فيها. المره الاوليه كنت مجوج انا، المره الاوليه ضربها بالموس ضرب عليها 5 اشهر، موراها خرج بقى كل نهار المشاكل انا وياه. كان نمشي للخدمه كيجي ملي على الدار، كيجي يهرس لي الدار، هرس لي مره اخرى الشراجم كاملين. طلع عند وكيل الملك تلاق له قال لك ما كاينش الاثبات. هاد اليومين هادي ضرب المراه، انا كنت في الخدمه ضرب المراه، عندها 20 يوم شهاده طبيه، والمراه كانت حامله. مشينا لعند وكيل الملك عاود درنا به شكايه، مشيت لعند وكيل العام درت به شكايه، مشيت للكوميساريه درت به شكايه. في الكوميساريه عندي الشكايه الاوليه، ودابا عندي 3 شكايات. كنت مسافر انايا هاد اليومين لعرس الخاوه ديالي، جا وبقى كيهرس على المراه الدار. المراه هودت الكوميساريه، ملي هودت الكوميساريه قالوا له مشي حنا غنجيو موراك، ملي عيطت له ما جا حتى شي واحد لعندها. وكنطلب انا كنادي سيدنا وكنادي موالي الامن، وعندنا امر في الشرطه يهزوا علينا هاد الظلم هذا. الله يرحم الوالدين ديالهم والله يعزهم، وكنعرفوا كاين الرجال في هاد البلاد ياخذوا مع حقنا وبيدنا. الله يرحم والديهم، حنا عندنا 8 الاولاد، حنا كنخدموا على اولادنا، وكل نهار كنمشي للخدمه كنخدم انا في مقر حدا الدار. تما كيخدم مع واحد السيد، انا كنت كنخدم في الديوانه في المطعم، دابا ما بقيتش نخدم في الديوانه، دابا كنخدم تما. هذا السيد كنخدم معايا الحديد، كنشارجي معايا الحديد 100 درهم في النهار. الله يكثر خيره، الله يرحم والديه، الله يرحم والديكم. كنطلب منكم تاخذوا بحقي، والناس يتعاونوا معايا بانه هذا السيد هذا، ويعملوا قلبهم معايا، لانه هذا السيد هذا يبعد مني ويعطيني شبر اتساع ويبعد منه
ويبعد مني وانا راه محقور في هذه الجهه هذه. احنا راه ماشي مشي رجال ما بغيناش نديروا حقنا فيه، احنا خفنا نخليو ولادنا مورانا. احنا نمشي ندير راسي في هذا السيد هذا كيسكر كيدير الباستيات، ما خلينا معاه حتى شي حل، ما لقينا معاه. اخت ديالو هي اللي كتزيد تحميه في هذا الشيء هذا، كتزيد انا تقهرت في هذا الشيء هذا وما بقيتش نعرف حتى نهضر. اقسم بالله ما بقيتش نعرف نهضر. علاش هذا السيد هذا طغى عليا بزاف وحقرني والرجال ما كتحقرش. ونطلبوا من الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق. انا كنطلب من سيدنا يهز عليا هذا الظلم. انا مولاي بوسلام بلاد درجل، ولكن هذا الانسان انا 30 سنه وانا هنايا في هذه البلاد هذه، مجوج هنا بولادي والدار ديالي. وهذا السيد راه تعدي عليا بزاف، الله يرحم والديكم. ونطلب من مولي الامن يهز منا عليه الظلم هذا، والكوميسير كاستيا خوتا هو يتعاون معنا الله يرحم والديه، والشرطه كاستيا خوتا هي تعاون معنا الله يرحم والديها في هذا السيد هذا. هذا السيد راه ما عرفناش حنايا اش عنده معنا، الله يرحم والدي وشكرا. انا كنت في الدار جلسه هو تهجم عليا وهضر خنزير حتى شنو نقول مغارت الكاميرا. ايوا وهز واحد الهروقه كيقتل فيا وهو سكران وعامل بسطيات. قلت له سير بحاله، والراجل شافه اللي شافوا الراجل والجيران جاو الجيران فرقوا ما خلاوش الراجل يدافن معاه. ايوا ساعتها كيبقى كي الراجل ما بغاش يدافن معاه، فطنا الكوميساريه تشكينا به، عاود دافزنا عاود معاه. وهي هاد وبقينا عاود ديك النهار انا في الدار والراجل في الخدمه، وجا هرس عليا الدار كيهرس علينا السراجم. انا شد باش كيهرس بالحجار كيشير بالحجار. انا زيت العيال دخلتهم درقت بها ما يدب البيت مهرس، الكوزينه السرج مهرس، واحد الدار اللي هي مهرسه ما حتى شو نقول لك بالجيجان. يعني عشتو يوم دروه فاش كان هادشي بالنهار بالليل هيدك مع ديك العشيه هيدك البارح هادشي اللي وقع سيدي. هذا الراجل دائما متعدل علينا، وانا ما خصنيش الراجل ديالي يدخل الحبس لا واحد شمكار. كيفاش كتحس انت بالخوف بالراجل؟ بالخوف ماشي بالخوف وصافي، عايشين مدمرين معاه سيدي، حق الله العظيم عايشين مدمرين معاه، مكرفزين وحد كرفيزه ما حتى شنو نقول له. دابا انت اللي كتفكر انك تهاجر الدار ديالك؟ كنقول نهاجر ما خصنيش تزدعوا المشاكل. ما راضيينش احنا في الدار ديالنا واحد يتهجم علينا ويحاشك ويروح ويلوح علينا الزبل والنص. ما حتىش نقول لك اسيدي انت في الدار ديالك وانت كنشد الحوايج، انا من السطح ما عنديش السطح، انا كنشد الحوايج هيدا وكيبقى يبزاق وخياخ. وهذا الراجل هذا دائما كيعدل لكم دائما كنخرجوا برا حاشا كنرموا زبل ولا شي حاجه كيعايرنا. احنا عيينا سيدي عيينا كرفزنا. لما توجه النداء ديالك للعداله بنصفك العداله وسيدنا حتى شي نقول لك اسيدي، ما بغينا حتى حاجه منه، بغينا يتهز علينا السيد هذا، ما يبقاش يتحقر علينا، ما يبقاش يتكرفز علينا. هادشي اللي بغيت اسيدي. حتى معنا الزوج اللي غادي يوجه النداء ديالو كذلك للمسؤولين هنايا الشرطه باش انه ان شاء الله، وكيقول بانه هذا السيد هذا ما بغى منه والو، بغى يبعد منه باش يعيش في امن وامان. انا ديما كيهددني كيقول لي غنضرب بالموس، فهمتي؟ تعرض لي بالموس عاد مؤخرا، كيتعرض لي شي 7 مرات مع واحد القنطره د لوطوروت، وانا ما كنسعفوش كنمشي في حالي. انا كيهددوني الدراري الاصدقاء، فهمتي؟ كيقول لك لا ما تعندوش هذاك الانسان، ما مريض نفسانيا ولا ما نعرف. ديما هو ما كيظهر فيه حتى شي حاجه، زعما اللي تقول راجل وكيبني وكيخدم، ولكن هو متحقر عليا انا، فهمتي؟ متحقر عليا انا، ما عرفتش انايا هذا السيد هذا باش زعما يبعد مني. كنطلب من السلطات زعما كاستيا خو تعاون معايا يبعد مني هذا الانسان، كنطلب من السيد وكيل الملك حتى هويا الله يرحم والديه تطوان يهز علينا هذا الانسان هذا. حنا ما باغيين لا ندخلوه لا للحبس ولا بغينا يبعد منا، حنا بغيناه يبعد منا هذا الانسان هذا. ونطلب من سيدنا ومن الناس الله يرحم والديه، نطلبوا راحنا تحقرنا، انا ما بقيتش نعرف حتى نتكلم على هذا العجز اللي عجزت مع هذا الانسان هذا. حنا رجال اقوياء ماشي الضعف، ولكن حنا ولينا ضعافين لاولادنا ما بغيناش نخرجوا مع شي حوايج اللي غيكون فيهم الانسان ماشي راجل. تولي تمشي دير مشاكل تمشي للحبس وتولي انت مسامح بولادك،
حنا هادشي هذا هو اللي ضعفنا فهمتي. هو الانسان الله يرحم والديهم كنطلبوا من السلطات كاست يا اخو الله يرحم والديها تهز علينا. انا ما التجأت لهادشي هذا حتى هاد الانسان هذا راه ملتجأت للاعلام. حتى هاد الانسان هذا ما لقيت معاه حل. حتى واحد ما باغي الفضيحه لراسو باغي نتفضح انايا نشهر اولا باغي انا باغي نبقى عام سطور. الله يسترنا ويستر الامه الاسلاميه ويستر هاد المغرب ويستر هاد البلاد والله ينصرنا والله يعاوننا ومبروك لنا هاد الانجاز اللي دار المغرب. الناس فرحانين حتى انا كنت فرحان نسيت المشاكل ديالي انا وزدت مع بلادي. انا ديما ببلادي. انا بلادي لا تعرضت لشي ضغط او شي حاجه جندي نحارب. ولكن هاد الانسان هذا باش بغيت ندير فيه ليدي ولا شي حاجه يعني كيتسمى جارك ما عندك ما دير معه. اما لا كنت انا طلبتني الدوله نمشي نحارب شي مواطن نمشي علاش هاد الانسان هذا لا مشي درت فيه يدي غنمشي للحبس ونخلي ولادي صغاري. انا العائله عندي الله خلقها هاو خط مسموح تصوروا هيدا مغطي هاو فهمتي. ولكن وعندي وليدات اخرين مع امراه اخرى اربعه وعندي مع هذه اربعه فهمتي. وكنصرف على اخرين وكنصرف على هادو فهمتي. وانا كنخدم مع 100 درهم فهمتي. الله يرحم الوالدين ديالكم وشكرا شكرا شكرا. متابعي قناه شوف تي في كنتمنوا ان النداء لهاد الزوجين لهاد العائله انه يوصل للمسؤولين بمدينه الفنيدق. طبيعة الحال فهم كيقولوا بانهم كيتعرضوا لاعتداءات متكرره من طرف احد الجيران ديالهم. طبيعة الحال فهم ما بغاو والو, بغاو يعيشوا عف امن وامان, بغاو يعيشوا في يعني كبقيه الناس. بغاو هاد السيده يبعد منهم يخطيهم يحيد منهم يخليهم يعيشوا الحياه ديالهم ما يتعرضوا لا للمضايقات لا للسب لا للشتم. لان هاد السيده دا كيقولوا كيبسل عليهم بزاف وديما المشاكل وكيقولوا ب اللي كنتفكروا اما اللي داز علينا حنا اختار من هذا الشيء. هذا السيد هذا كنا حنايا كان تبقي الله عندنا يا كان بني كان الحجر فوق راسي دائما وكيبيع كان كيبيع الشراب هو في ديك التاريخ هذاك. دابا راه ما بقى عنده منين يجيبو. الديوانات تسدت وكانوا كيجيو لعندو الناس ويجيو عندو الشمكاره تمايا وتسرقت الموتور الاول والموتور الثاني والدار ديالي تهرست وانا مسافر لعند نسايب اولا لعند العائله المولي والسلام. كنسافر ملي كنسافر كنجي كنصيب الدار ديالي ديما مهرسه وعمري انا ما شكيت فيه ولا طيحت عليه شي باطل. انا اللي كنوجه له هو النهار اللي كيجي انا مثلا يتعرض لي او يتعرض لولادي قدامي وديك الشيء معروف. اما شي حاجه هكايا انا ما نقدر نظلم حتى شي واحد. ما قلت له لا سرقتيني ولا حتى شي حاجه. وتعاونت معاه يا من مره انا تعاونت معاه وجريت معاه الصلح. جريت معاه الصلح عده الايام. بقيت معاه عام ولا عام ونص وانايا مع كان مع مشاكل عنده مع الجيران. كنقول لا انايا اللهم نكونوا جيران ولا نكونوا اعداء. ناش هو الدار ديالو وانا الدار ديالي. حتى واحد فينا ما يقدر يسمح في الدار ديالو. ساعد الانسان ما عندنا معاه حل. وانا اختو كنشوف هي اللي راس الحربه في هذا الشيء هذا. راس الحربه ديالو في هذا الشيء هذا هي اللي كتحرطو على هذا الشيء هذا وكتقول له دير اللي بغيت وانا موراك. انا موراك مشي دخلتي نحميك دير اللي درتين. راه اختو هي اللي كتزيدوا لهاد العافيه هذا راه الجار ديالي وشكرا. المتسبيك انا شفت فيه كما قلنا فنأملوا ان النداء ديال العائله انه يوصل وبطبيعه الحال باش يتحيد عليهم هاد المشاكل هذوما المتكرره من طرف احد الجيران ديالهم. ما بغاو منه والو, بغاو منه غير بعد منهم, ما بغاو منه حتى شي حاجه. ونأملوا ان شاء الله ان النداء ديالهم يوصل في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. اذا المتسبيك قناة شفت فيه الى هنا ننهي هذا البث المباشر وإلى بث آخر. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.